السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نبدأ مع بعض مشروع جديد اهوت، وهنرسم مثلا كيرتن وول، ونبدأ ان احنا نخلي جزء منها مخفي، نغير الشكل بتاعها وهكذا. فخلينا نيجي هنا من وول واقول له انا عايز وول اركتكتشر، وتعالى هنا بقى نختار نوع الهايت. طبعا احنا عندنا ثلاث انواع، في البيزك وول وفي الكرتن وول وفي ستاكد وول. فانا اقول له انا عايز كرتن وول. كرتن وول الاولانيه دي بتبقى فاضيه خالص، ما فيهاش اي تقسيمات. نعمل احنا التقسيمات، ماشي. خلينا نعمل دوبليكيت عشان نحافظ على الجزء الاولاني. وبعد كده بقى بيقول لي التقسيمات الفيرتيكال والهوريزونتال هتبقى عايزهم ازاي، فاقول له فيكس الديستانس، واختار بقى المسافه اللي انت عايزها بينهم بالشكل دوت، واقول له اوكي وابدا ارسم. خلينا حتى نصعبها شويه، واقول له انا عايز ارسم على هيئه ارك او قوس. تعالى بقى نشوفها في 3D عشان نستمتع بيها. طيب عايزين بقى ايه، نبدا نشوفها كده. طبعا كل دول زجاج، خلينا اقول له انا عايزها نغير الستايل بتاعتها. طيب انا عايز ده مثلا ما يبقاش ازاز، الجزء اللي فوق هعمل سيليكت عليه. انا كده مختار الكيرتن، فهقول له انا عايز اغيرها لامتي سيستم بانل. طبعا ممكن احمل فاميلي للجزئية ديت. ممكن تخلي دي كمان انتي. طيب خلينا نختار واحدة كمان تاب، او ممكن اقول له بقى ايديت، وشوف انت عايز تعدل فيها ايه. يعني ممكن تخلي نصها ازاز ونصها مش ازاز زي ما انت عايز. تمام اهي، هو ده الشكل بتاعها موجود اهوت. ممكن تقول له ايديت اكستروشن، وتبدا تعدل بقى الشكل بتاعها. خلينا نستخدم حاجه تانية. كده احنا عدلنا فيها زي ما احنا عايزين. طيب خلينا بقى نيجي على الشكل ده بقى من فوق كله كده، واقول له انت عايز ايديت بروفايل. لو هي خط هتقدر تعمل ايديت بروفايل بسهوله، هنا هتبقى صعب شويه، لكن ممكن نقول له ايه، ممكن تقدر تعدل فيها مثلا الارتفاع بتاعها. ممكن ترسم فويد وتخليها يقطع معاها وهكذا. لو لايم تقدر ان انت تعمل له ايديت بروفايل بشكل سهل. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط، ان انت تقدر تعدل زي ما انت عايز في اي حاجه في الكيرتن بانل ديت. ممكن تيجي هنا تدوس هنا وتغير بقى المسافه. تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. تقدر تعمل سيلكت على اي واحدة فيهم تلغيها. تقدر تعمل سيلكت على دي تعملها ديليت، او تعمل تخليها امتي. ممكن تخليها حتى هايت. يعني ممكن الجزء اللي تحت ده كله تخليه هايت، والجزء اللي فوق تخلي فيه فويد، تغير الشكل بتاعه. الموضوع سهل جدا في الكرتون وورد.